السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من وزارة التعليم العالي. أرسلنا كتاب رسمي إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة من أجل الموافقة على عودة الدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا كون أعدادهم قليلة ومن أجل المحافظة على الرصانة العلمية. توضيح لهذا الفيديو، هذا الفيديو مو للمدارس ولا للجامعات، من وزارة التعليم العالي بالنسبة للدراسات العليا. تقول وزارة التعليم، تقول أرسلنا كتاب رسمي إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة خاطر يوافقون على عودة الدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا لأن أعدادهم قليلة، يعني راح يداومون الدراسات العليا دوام حضوري لأن كون أعدادهم قليلة. إن شاء الله التوفيق للدراسات العليا والنجاح ورب يحفظهم. وخليكم ويا الفيديو. القرار الأخير للجنة الوطنية للصحة والسلامة طبعا تحول الدوام إلى دواما إلكترونيا، ولكن وزارة التعليم العالي أرسلت كتابا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة أو اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة تطلب فيه العودة إلى الدوام الحضوري فيما يخص طلبة الدراسات العليا، لأنه طلبة الدراسات العليا كما يعلم الجميع عددهم قليل، ومن الممكن أن تتخذ إجراءات التباعد في القاعة الدراسية، وهذا طبعا يصب في ترصين التعليم وترصين الدراسات العليا في جامعة.